طب انا عايزه اقسم كلام حضرتك. حضرتك بتقولي الزوجه او الزوج احدهم لما بيفقد حد من اهله بيبقى حاسس ان هو ما عندوش حد يروح يشتكي له. هو احنا اصلا عشان البيت يفضل قايم كده وماسك نفسه ينفع الزوجه تروح تشتكي جوزها لابوها، او ينفع الزوج يروح يشتكي زوجته لامه؟ اعتقد ده ممكن يوسع برافو الشقاق اللي بيحصل في البيت بيفضل في البيت. لا احنا بنقول تشتكي يعني ايه؟ انت ما بيحصل خلاف كبير قوي قوي، احنا بقول في الخلافات الكبيره، الخلافات الصغيره تمام، انت بتبقي قاعده امانك ان باباكي موجود في اي وقت هتروحي تقولي له، هيتفهم الموضوع وهيقعد مع جوزي يجيب لك حقك. ايوه. لكن اما الاب بيتوفى والناس اللي اهاليها متوفيه هتحس بده، انا هروح اشتكي لمين؟ طب انا خايفه من جوزي وبيني وبينه شقاق، طب انا هروح اقول لمين؟ مين اللي هيحكم ما بيننا؟ لو الزوج طمن الست من الحته دي هتعيش بلاك. خلاص هي محتاجه امان، محتاجه مراعاه ربنا في التعامل، محتاجه ان انت لما تركيني تحسي ان في ظهرك حاجه سد، ما حدش هيقوم عليكي، ما حدش هيهددك، ما يكونش هو واحد من اساليب التهديد. يعني ما تبقاش انت من ضمن الحاجات اللي مخوفاها. الست بطبيعتها ضعيفه مهما بانت قويه، ومهما بانت ان انت تقولي لا 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 الست دي قويه، هي باينه كده لكن هي من جواها ست مهما كانت هي مين. فاتعامل مع الست انها ست. في ستات انها شديده شويه، في ستات بتقدر، بس مهما كانت قادرة تتحمل المسؤولية، مهما كانت ست احنا بنقول بالدارج كده انها مفترية شوية وعارفة تاخد حقها، هي محتاجة سند، محتاجة حد بتقول اي حاضر. بس ده ملوش دعوة بالست يا دكتورة، يعني السند الشخص الرجل محتاجه، الست محتاجاه، الطفل محتاجه، الجميع محتاج سند، الجميع محتاج حد يركن عنده ويريح اعصابه ويتكلم. ما اعتقدش ان ده مقصور على السيده فقط. حلوه قوي دي. الموضوع مش نسوي والله خالص، بس هو فعلا اعتقد انه مش مرتبط بانه هو بسيده فقط. احنا بنقول علشان الشق بتاع الاب لما يتوفى الست اللي بتبقى محتاجه ده. الزوج بقى محتاج لطبطب، محتاج لام اكتر، محتاج لحد يحتويه، وبيطلب دايما من الست تحتويه وهو اصلا مش محتوي. الاثنين لازم يعملوا كده. لو انت خدتي بقى ان انا لازم اللي قدامي يعمل لي، طب بادر لو لقيت اللي قدامك راجعه مره واثنين وثلاثه. بس تراجعه ازاي؟ احنا بنراجع بعض باننا بنراكم واعمل خناقه كبيره. لا ما تراكمش، علشان التراكم ده بيخليك تتعامل بالمنطلق التراكمات، نتخانق يومي بيومي. وانا مش فاهمه بتخانق على ايه. هو شايل مني وعمال ايه ده الكوبايه مش في مكانها، يعني بيتخانق على حاجات بسيطه قوي لانه شايل مني وانا شايله منه، واحنا الاثنين مش عارفين نصارح بعض وحاملين هم الخناقه الكبيره. لا اتكلموا، فضفضوا، قولوا انا محتاج واحد اثنين ثلاثه اربعه، علشان ما نوصلش ان الموضوع يتفاقم وارجع اقول احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ احنا ليه بقينا على طول مشدودين والبيت مكهرب؟ صحيح. ما بيهداش، لان كل واحد شايل. حتى الولاد تلاقي ابنك بقى اما تيجي تفتحيه وتفتحي معاه كلام يقول لك ده انتوا عملتوا معايا كذا وعملتوا كذا. طب ما بتقولش ليه؟ قافل على نفسه.